بص، هو فكرة ان شيكابالا بيلوح بهذا الامر، انا مختلف تماما مع ان هو يتكلم بالطريقة دي في الوقت ده. تمام، ممكن يكون تعرض لضغوط لازم نلتمس له العذر، أكيد. لكن انا بتكلم ان انت يعني اصبر، ماشي، طالما انت الكلام ده حصل اصبر لغاية ما البطولة تخلص وبعد كده اتكلم. هل الضغوط دي خارجية؟ انت في ضغوطات معينة، في حد عامل لوبي على الفرقة، ماشي اتكلم براحتك كقائد الفريق، بس البطوله تخلص صح، بعد كده اتكلم. مظبوط. وبصرف النظر بقى عن الماتش الاولاني انت كسبت، بس انت دي كانت نقطه البدايه، ابني عليها بقى. انما انا حطيت الموضوع في اطار ان احنا جوانا او يعني عندنا حاجه او غصه في الحلق زي ما بيقولوا، طب استنى لغايه ما الموضوع يخلص عشان نقدر نتكلم عليها بعد كده. تمام. ده جزئيه. الجزئيه الثانيه، حضرتك قلت ان رمضان صبحي، رمضان صبحي، طيب اللي خرج قال التصريح ده احد وكلاء اللاعبين المحترمين صديقنا الدكتور سالم محمد سالم، وقال ان الزمالك بيفاوض رمضان صبحي. تمام. حصل يعني مناقشه بين بعض مسؤولي نادي الزمالك وميدو، يا كابتن ميدو شوف صاحبك بيقول ايه، يا كابتن ميدو حس صاحبك عني اللي هو مين يعني؟ اللي هو سالم محمد سالم، ازاي يقول كده واحنا بنخطط مش عايزين الصفقه حد يعرف عنها حاجه، لان كان في كلام اتقال في قناه نادي الزمالك ان مش في صفقه عايزين مهمه. حد يعرف عنها حاجة. فبالتالي فميدو قال لهم يا جماعه، طب ما هو زي ما هو صاحبي زي ما انت ليكوا علاقه بيه، ارفعوا سماعه التليفون وقولوا له انا مالي. في النهايه قولوا له، قولوا له، في كلهم النهايه بيقولوا قالوا له. زي قصه عبد الله السعيد، زي قصه رمضان صبحي، الزمالك طلب عبد الله السعيد، كان الرد واضح وصريح. ايه بقى؟ عبد الله السعيد من اصول نادي بيراميدز. طب احنا عايزين رمضان صبحي، كان الرد واضح وصريح، رمضان صبحي ليس للبيع ولن يخرج من بيراميدز الا على الاحتراف الاوروبي. نقطه ومن اول السطر. فبالتالي مفيش رمضان صبحي في الزمالك، وبالتالي زي ما قلنا لكن مليون حصل مره. تواصل. طبعا حصل تواصل. حصل تواصل. عشان نشوف الدنيا في ايه. فكره ان انت تجيب حتى لو صفقه واحده وفيها ضم تفرق معنويا، طبعا، وبعد كده تبني عليها بقيه هي الفرقه. النقطة، هل المبالغ متوفرة لصفقة زي دي؟ هو الفكرة ان الزمالك يعني شبه توصل لتجميع مبلغ سبورتنج لشبونة، لكن حابوا ياخدوا جزء او خطوة، هنديكوا 850 الف دولار ونديكوا القسط الثاني بعد شوية، يعني على قسطين، بحيث ان سبورتنج لشبونة يوافق، فبالتالي يتفتح باب القيد. تمام. فالزمالك يبتدي جدول اموره، يدفع مستحقات اسوريو، يشوف صفقتين ثلاثة يعملهم يكون فيهم ضم كويس يساعد الراجل وفقا لطلبات اسوريو، وبعد كده يعني يحلها ربنا بقى على شهر واحد يكون الزمالك دخل له فلوس ثانيه، بحيث ان هو يمشي اموره والعجله تدور. وده فكر كويس، ما حضرش اقول لك عليه حاجه. لو بيراميدز وافق على بيع رمضان، رمضان نفسه يوافق يروح الزمالك ولا ايه موقف اللاعب؟ ايه حتى عندك الان؟ لا، معلومه؟ رمضان رافض تماما ان هو يلعب في مصر بعد ما رحل عن اهلي، غير بيراميدز عايز ينتقل للدوريات الاوروبيه، الاوروبيه. عنده عرضين من الدوري التركي لغايه دلوقتي، ده ما تم حسم الموقف.